مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم عنا نص مسموع، رح نستمع لهيدا النص وبعدها ما عليكم إلا أنكم تجاوبوا على الأسئلة. النص بعنوان عودة الطائر. فإذن النص بعنوان عودة الطائر: كانت العصافير تطير فرحة بالجو الدافئ، فجأة هبت عاصفة قوية وسقط مطر غزير. طارت العصافير لتختبئ، ولكن عصفورا صغيرا وقع على الأرض من شدة العاصفة وتناثر ريشه فأصبح غير قادر على الطيران. اجتمعت العصافير وأخذ كل عصفور ريشة من جسمه وأعطاها للعصفور الصغير، وبفضل الريش الجديد طار العصفور. مع أصدقائه وعاد إلى عشه بأمان. هيدي كانت قصتنا اليوم. الأسئلة نجيب شفويا: كيف كان الجو عندما كانت العصافير تطير؟ ماذا حدث للجو بعد ذلك؟ ماذا حدث للعصفور الصغير؟ كيف ساعدته العصافير؟ خلينا نعمل هودي البطاقات. أنت تركب سيارة، أنت تشرب الماء، أنت تشرب الماء، أنت تمشط شعرك ب الفرشاة، أنت تلعب بالكرة، أنت تلعب بالكرة، أنت تأكل الهامبرجر، أنت تأكل الهامبرجر. وعنا آخر صورة: أنت تلبس السترة. فإذا أنت تلبس السترة. هذه بطاقتنا لليوم، وكمان حكيت لكم قصة كتير مهضومة وصغيرة، وما عليكم إلا أنكم تجيبوا على الأسئلة وتتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء.